السلام عليكم. في هذا الفيديو القصير راح نتحدث إن شاء الله عن مواد الترجمة ومادة الترجمة في بعض الجامعات. طبعا هنا يعني هي مو ملزمة واحدة، شغلة مهمة دير بالك. هاي الملزمة الأولى، ملزمة الثانية، ملزمة الثالثة، ملزمة رقم 4 والخمسة، وكذلك عندك بعض الملازم الأخرى اللي ناشرينها بالقناة. طبعا 4 ملازم تقريبا تقدر تستفاد من عندهن ذني من خلال الرابط اللي موجود بالوصف، بالوصف مالت الفيديو. لا تنسى تشترك بالقناة وتشارك هذا الفيديو لزملائك، لأنه أكو ناس محتاجين هاي الملازم.